مساء الخير. من أجواء العاصفة أليكسا والكتل الهوائية الباردة والأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية وتساقط الثلوج على المرتفعات، إمنا بمقابلة مع رئيس مصلحة الأرصاد الجوية ماركو هايبي. خلينا نشوف سوا هالتقرير. كنا متوقعين أنه عاصفة تكون فيها كميات أمطار أكثر من يلي حصلوا، صحيح تساقط أقل من التقدير. هلأ بالنسبة لتسكير المدارس، مش نحن منحدد إذا بتتسكر المدارس أو لا. هاي العاصفة أخذت يمكن منحة كبير بالإعلام، بس هي ما بدها هالقد. هلأ تساقط شوي أقل وتوزعوا أكثر على الفترة الزمنية كلها، لهالسبب ما صار فيها الفيضانات. سبق وذكرنا عدة مرات منا كتير قوية، حتى إذا منتذكر أولغا السنة الماضية هي أقل من أولغا. الطقس بالويك أند، يعني إذا اليوم خفيف شوي يتوقع أنه أيام الجمعة والسبت ترجع الأمطار، يعني من ليل الخميس نتوقع الأمطار ترجع. يوم الجمعة بيكون ممطر، ومع درجات الحرارة الموجودة يفترض أنه ثلوج تتساقط على حوالي 600-700 متر وما فوق. بالنسبة للمغتربين أو للمقيمين بلبنان ما رح يكون الحدث يلي كتير كبير ومنه شيء كتير استثنائي. أهلا وسهلا بكل إنسان حابب يجي. حركة الملاحة بتستمر بشكل طبيعي. الإعلام ياخذ من المؤسسة المعنية بكل موضوع، يعني إذا بدهم يهتموا بمواضيع بتتعلق بالطقس يتوجهوا للأرصاد الجوية. مواضيع تعنى بالمياه، في عنا وزارة تهتم بشؤون المياه، فدايما يضل الإعلام ملتزم بالمؤسسات التي تعنى مباشرة بالمواضيع، ما يجمع معلوماته عبر إنترنت وعبر حتى ما يتناقل بمؤسسات إعلامية تانية. أكيد بحب أشكر ماركو هايبي على هالمعلومات يلي عطانا إياهم. وبالعودة لطقسنا الليلي بلبنان، ممطر مع هواء قوي وبتوصل سرعته لل 50 كيلومتر بالساعة أحيانا، وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، وتساقط ثلوج اعتبارا من 1000 متر وما دون ليوصل لل 500 متر. إذا انتبهوا منيح على الطرقات من جوار المي، ويلي متوجهين على الجبال لازم يجهزوا سياراتهم بسلاسل معدنية بسبب تراكم الثلوج والجليد على الطرقات. وحذرت مصلحة الأرصاد الجوية كل الصيادين من التوجه للبحر لأنه مائج وعلو الأمواج 5 أمتار، أما الحرارة على الساحل عم بتسجل 5 درجات، فتدفوا منيح الليلة. لبكرة طقسنا غائم مع بقاء درجات الحرارة منخفضة وتساقط للأمطار خلال النهار بشكل متفرق، وبتشتد غزارة الأمطار ليلا مع عواصف رعدية وتساقط ثلوج ابتداء من 1000 متر وما دون خصوصا بالمناطق الشمالية. وارتفاع بموج البحر، والحرارة ببيروت عم تتراوح بين 5 وال 14، وفوق الجبال بين 0 و 8 درجات تحت الصفر، وبالأرز 8 درجات تحت الصفر، وبالبقاع بين الدرجة وال 5 درجات تحت الصفر، وبجنوب بين الدرجة ل 8 درجات. أما بالنسبة لمعدل تساقط الأمطار بيتراوح بين 90 ل 100 ملم بالبقاع و 120 ل 140 ملم على الساحل. وهلا بنبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض المناطق اللبنانية، وبنبدأ تحديدا إذا عكار 6 تحت الصفر، طرابلس 8، جبال 9، بيروت 13، ومن بعدها صيدا 10، وسور 8، 4 بنت جبال، نبطية 4، بيت الدين 8، برمنة 8، زحلة 3، وبعلبك درجة تحت الصفر، والهرمل 3 درجات. بالنسبة للرطوبة بتتراوح بين 40 و 80%، حرارة سطح الماء 19 درجة، وسرعة الرياح بين 15 و 50 كم بالساعة، ورياح شمالية غربية وبتشتد ببعض الأوقات لتوصل ل 50 كم بالساعة. أما كيف رح يكون الطقس الليلة واليومين اللي جايين خلينا نشوفهم سوا. إذا الليلة بتوصل لل 5، وبكرة أديها 5 وأقصاها 13 درجة، ونهار الجمعة أديها 4 وأقصاها 10 درجات. وهلا بنبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. فإذا الرياض 23، عمان 3، ودمشق 5، ومن بعد الجزائر 20، تونس 18، والقاهرة 12، وبتنتهي جولتنا بروما 14 وأتينا 10،
درجات. وهيدا كان جونا، بس خليكن معنا لتتابعوا آخر أخبارنا.